تمام، ماشي ان شاء الله خير، ما تقلقوش يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعه. طبعا اهلا وسهلا بحضراتكم. احنا يعني دي المحاضره رقم 18 من بي اي سي وي. الحقيقه الواحد ما كانش متخيل انه هيقدر يوصل للرقم ده من المحاضرات او من القعدات اللي احنا قعدناها مع بعض. فيعني الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا ييسر وكانت الامور ماشيه، وده بيحطنا قدام مسؤولية إن إحنا كل مرة بنبقى عايزين نقول يعني كلام على مستوى الكلام اللي اتقال قبل كده، وفي نفس الوقت الناس بقى عندها، يعني إحنا في الأول لما كنا بنقول الناس يمكن ما كانتش تعرفنا أو كده، فكان يعني أي حاجة بتقولها هي خير وبركة. بعد فترة الناس بقت حاطة علينا اكسبكتيشنز وكده، وده بيحط علينا ضغوط إن إحنا لازم نقول كلام يبقى يتقالوا. عشان كده احنا ما بنطلعش فريكوينت، يعني احنا بيبقى عندنا حاجه احنا مجهزينها او قادرين ان احنا نقولها بنقولها. فبس يعني دي ده تنويه صغير كده. طبعا انتوا عارفين دايما احنا لما يعني بنيجي نتكلم في اي محاضره من محاضراتنا، فاحنا دايما بنستحضر النيه، فمن احياها فكانما احيا الناس جميعا. يعني نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يتقبل هذا العمل، وزي ما انتم متفقين دايما هي سنرحل ويبقى الاثر. يعني دول تو سلايدز ثابتين هتلاقوهم دايما معايا. النهارده هنتكلم عن السينكوب. يمكن كلمه نوك اوت هو عنوان عشان يعني الناس تبقى فاهمه يعني ايه اللي هو بالترجمه بالعربي كده، اللي هي الضربه القاضيه. طب يعني العيان اللي بيجي لك مره واحده كده واقع وكانه مضروب نوك اوت ضربه قاضيه، ايه اللي حصل بالظبط؟ هو ده العنوان النهارده الاساسي بتاع المحاضره. احنا هنتكلم عن السينكوب، سواء بقى واتيفر الاسم اللي هم بيسموه، له اسامي كتير هنعدي عليها دلوقتي. وهنقول ببساطه كده او بسرعه دي الاجنده بتاعتنا. هنتكلم عن الديفينيشنز والكوزز، سواء نون كاردياك سينكوب او كاردياك سينكوب، والمانجمنت او هيبقى عندنا زي بروتوكول هاو تو ديل وذ كيسز اوف سينكوب، وازاي نتعامل معاها، وهل هي حالات خطيره حالات بسيطه. الامور دي كلها هنتكلم عنها. مبدئيا كده في حاجه اسمها بيجمالون افكت. بيجمالون افكت ده يعني دي حاجه كده احنا برضو بنحب نحطها، ان انت لو انت شغال ومعاك تيم، التيم ده هيبقى انفلونسد بالامباكت اللي انت هتقوله لهم. يعني لو انت اديتهم فيدباك ان انتوا ناس كويسين، او انا منتظر منكم افضل حاجه ممكنه، او انا شايف ان انتوا تيم عظيم، الامباكت اللي انت بتقدمه ده هم بيبداوا يحصل لهم يعملوا بليفز. خلاص احنا اذا كان الراجل ده وضع ثقته فينا، يبقى اذا بيبدا عندهم احساس ان هم لا فعلا تيم عظيم. وفي نفس الوقت ده بيخليهم يبصوا على الاكشنز بتاعتهم ويبداوا يحسنوا من نفسهم وري انفورس، وبالتالي يوصلوك في الاخر ان انت يبقى البليف اللي عندك او الامباكت اللي انت حطيته في الاول ده ما كانش افكت حقيقي، بقى في الاخر بقى حقيقي نتيجه بس مجرد ان انت شجعتهم، او ان انت قدرت انك تاثر عليهم تاثير ايجابي يعني. فعشان كده عايزين نبقى كلنا كتيم، احنا واحنا بنشتغل في الانتنسيف كير، احنا في بيئه او انفايرمنت فول اوف ستريس، عايزين دايما يبقى عندنا البيجمالين افكت ده، انك انت تقدر انك تدي جود امباكت للناس اللي شغالين معاك، سواء يور كوليجز، سواء النيرسينج، سواء الار تيز، سواء حتى الوركرز اللي موجودين معاك، فيبقى الامور افضل، بحيث ان انت لما تديهم بوزيتيف انرجي ده هي امباكت ذم وهيرفلكت ذير، ان يبقى الانفلونس بتاعهم اللي هيرجع لك ان هم يصدقوا ان هم فعلا تيم كويس، ويبداوا يحسنوا من صورتهم قدامك، والعكس بالعكس. يعني لما هتشتغل بالافكت السلبي هتقدر برضه تقدر تنزل من الناس، حتى لو الناس دول كانوا افضل من كده او كانوا ناس كويسين. طيب ايه الـ definitions of syncope؟ syncope is a transient loss of consciousness and the muscle tone that result from inadequate cerebral perfusion. يبقى بالتالي الثلاث كلمات دول مهمين جدا، ان هو ترانزيانت يعني فور ا شورت تايم، وفي نفس الوقت لوس اوف كونشسنس ومعايا لوس اوف بوستشرال تون، والاثنين بيحصلوا فور فيري ترانزيانت بيريود يعني سكندز، وريكفري اند ريتيرن تو ذا بيز لاين ده موجود ومصاحب لحاله السنكوب كلها. وبالتالي حضرتك لما الديفينيشن ده مهم ليه؟ لان انا عندي هيجي لك زي ما انا قلنا في البوست اللي كنا حاطينه على الجروب، اللي هو انت بيجي لك عيان يقول لك العيان ده اغمى عليه، العيان ده سورق. سوري اللفظ ده هتسمعوه كتير من الاهل، انا دايما بحب اقول الكلام الواقعي اللي هتشوفوه.
فهتجي لك الام او الاب، الولد ده وقع في البيت واحنا جبناه لك وجه، الواد ده اغمى عليه يا دكتور، الواد ده صوره، الواد ده كان واقف وقع من طوله كده، جينا جنبه فوقناه، حطينا له كلونيا، حطينا له برفيوم، جبنا جنبه حاجه مش عارف ايه، يا دوبك طبطبنا عليه كده وخدت في حضني يا دكتور، فاق وبقى كويس. بس انا قلقته للطول. ازاي بقى حضرتك هتفرق ما بين ده وما بين ان الطفل حصل له كونفالشنز ابسنت سيجرز، اي حاجه ممكن تكون اثرت ان العيان ده وقع وبعد كده حصل له لوس اوف كونشسنس. وبالتالي الديفينيشن هنا مهم جدا، عشان كده انا بستريس عليه ان هو يبقى ترانزيانت فور فيو سكندز، تقريبا اقل من 30 ثانيه، لوس اوف كونشسنس ومعاه لوس اوف بوستشنال تون، والريكفري بيحصل والعيان ده بيرجع تو ريتيرن تو ذا بيز لاين، يعني ما فيش فتره بعديها اللي احنا بنقول عليها ايه اللي بيحصل بعد الكونفرجن، لما بيحصل فتره كده اللي هي على ما العيان يبقى ريكفر، العيان يبقى كوماتوس شويه، او العيان يبقى ايه ساعتها يبقى في فتره اللي هو فيها مش قادر يرجين الكونشسنس لحد ما يرجع للنورمال. لا، عيان السنكوب بيرجع للبيز لاين على طول within seconds. وات ايفر بقى حضرتك هتسميه، بلاك اوت هتسميه، فينتنج اتاك هتسميه، انسنسبيلتي هتسميه، نوك اوت هتسميه، سوان هتسميه، سوون، دي كلها اسامي او مترادفات للايه؟ للسنكوب. معلش انا طولت شويه على الديفينيشن، بس عشان تبقى ايه الحته دي تبقى واضحه جدا، لان هو ده الفرق الرئيسي او الجوهري ما بينه وبين الحاجات التانيه. طيب ريكفري اند ريتيرنينج تو ذا بيز لاين از امبورتنت، لان هو ده اللي هيفرقه لك ما بين العيان اللي ايه؟ اللي هيجي لك بعد الكونفولجنس ويجي لك شويه هو لسه مش جاي للكونشس ليفل. ريكفري بيرجع للبيز لاين، والسيمبل نيوروكارديوجينيك سينكوب ويل هاف ا ريتيرن تو بيز لاين يوجوالي وذين 30 سكند زي ما قلنا، وممكن يقعد شويه ليتل لونجر، بس خلي بالك ان هاو ايفر اف ذير از الترد كونشسنس فور مور ذان 5 مينتس ذن سيجرز اور اذر نيورولوجيكال كوزز نيد تو بي كونسيدرد. ودي نقطة مهمة جدا، انك لازم في كل الاحوال العيان ما يجيش يقول لك هو ايه. فانت بالجود هيستوري، وبرضه محتاج هاي ليفل اوف اديوكيشن، هاي ليفل اوف اويرنس، عشان خاطر الام تقدر توضح لك الحتة دي. مش اي حد يقدر يقول لك ده والله ده اغمى عليه قد ايه والفترة قد ايه وعلى ما انا خدت الاجوان. طيب في حاجة اسمها البريسينكوب، ذا فيلينج ذات وان از اباوت تو باس اوت بات ريمينز كونشس، يعني هو حاسس ان هو روحه رايحة. التعبير اللي هتسمعوه كتير من الامهات، انا الولد حس ان هو يعني ايه هيهبط كده وروحه رايحه وهيغمى عليه يا دكتور، بس ما ايه ما غابش عن الوعي ولا حاجه. ده يوجوالي ليس سيريس ذان سينكوب اند از اوفن ا مانيفستيشن اوف بينوين كونديشن. في حاجه اسمها ديزنس، ديزنس ده اللي هو الموست كومن برودرومال سيمتوم، ده نون سبيسيفيك سيمتوم ذات مي انكلود فيرتيجو او لايت هيدنس، اللي هو حاسس ان ايه دايخ. طيب الفيرتيجو هو حاسس ان الدنيا بتلف بيه، your surrounding are spinning او whirling manifestation، هو حاسس ان الدنيا بتلف بيه تمام، وده غالبا manifestation of vestibular disorder. طب امال ايه اللايت هيدنس اللي هو حاسس ان دماغه تقيله؟ he is about to faint but you don't feel as though you are your surrounding are moving، انت برضه حاسس ان الدنيا بتلف بيك او الدنيا تقيله، بس انت ايه مش السبيننج الفيرتيكو، يعني اللايت هيدنس دي مرحله اقل شويه من الايه من الفيرتيكو. طيب اللايت هيدنس والفيرتيكو والبري سينكوب دي مقدمات ممكن تحصل قبل السينكوب تمام، وده اوفن اكمبانيز بيبقى معاهم شويه هايبر فنتليشن از فريكوينتلي اسوشيتد ويز سايكولوجيكال ديستريس انكلودنج بقى انكزايتي ديبريشن بانيك اتاك، although most of these complaints are benign in pediatric age group. Any of these complaints could represent a serious cardiac condition that could cause sudden death. يعني احنا ليه مهتمين بالسنكوب قوي كده؟ واحنا ليه كريتيكال كير مهتمين بيه؟ لان خلي بالك السنكوب ده هو عرض قد يكون لحاجه بيناين وقد يكون حاجه كريتيكال ممكن تاثر على حياه العيان، وبالتالي احنا محتاجين نفرق ما بين النوعين دول. طيب the normal function of the brain depends on a constant supply of oxygen and glucose. يعني البرين عشان يشتغل كويس وعشان يحافظ على الكونشس ليفل بتاعه هو محتاج constant supply من الاكسجين والجلوكوز، وبالتالي لو قل الاكسجين سبلاي او قل الجلوكوز سبلاي هيحصل العيان ده هيجي له المانيفستيشن بتاعت اللوس اوف كونشسنس اللي هي المانيفستيشن بتاعت السنكوب، وبالتالي بيدخل الميتابوليك ايشو زي الهايبوجلايسيميا مثلا as a cause of syncope او cause of disturbed consciousness. وبالتالي الديفرنشال دياجنوزس بقى بتاعنا فيري برود فروم نون كاردياك تو كاردياك وحاجات سيكاتريك وحاجات ميتابوليك. طيب خلي بالكو ان زي ما اتفقنا ان انت لما انت ليه احساسك لما بتاكل اكله تقيله زي اللي انا قاعد انا واصحابي دي، ليه لما بتاكل اكله تقيله كده انت ممكن تتاثر؟ ليه؟ لان الدم دايما بيبقى رايح للاورجنز
الجي اي كيو كده، ويبقى في صراع، الدم بيبقى رايح والجلوكوز بيبقى قليل اللي رايح للبرين، وبالتالي انت بعد اي اكله تقيله بتحس ان انت ايه دماغك تقيله، وبتبدا تحس بقى باللايت هيدنس وهكذا، وبتحس انك عايز تنام. دي تقريبا نفس الفكره، وان كان دي ايه بصوره مبسطه شويه. طيب الالجوريزم ده او التيبل ده هو فيه الكوزز او الكومن كوزز اوف سينكوب، واحنا مقسمينها اسباب كتير، الاوتونوميك او نان كارديك كوز، وهي احنا ممكن نقول عليها الاقرب انها الاورثوستاتيك انتوليرانس جروب، دول جروب او الاكسرسايز ريليتد او السيتويشنال زي البريث هولدنج او الكاف او الميكتوريشن سينكوب، او الكارديك كوزز. ومن اول هنا الكارديك كوز دي سيفير، ودي خلي بالك غالبا هتبقى لايف ثريتنينج، وبالتالي محتاجين ان احنا ناخد بالنا منها، سواء بقى الاريثميز بانواعها او الاوبستراكتيف ليجنز او الميكارديال افيكشن، حاجات زي النيوروسايكاتريك كوزز زي الهايبر فنتريشن او السيجرز او الميجرين، حاجات ميتابوليك زي الديهايدريشن او الهايبوجلايسيميا او الالكترولايت ديستربنس او التوكسينز والدراجز. هي ده الفريم ورك اللي احنا هنشتغل عليه النهارده. احنا هنهتم اكتر بالجزئين الاولانيين اللي هو الاوتونوميك نون كاردياك والكاردياك سينكوب، وبقيه الحاجات الثانيه هي غالبا هتبقى مشروحه في حته ثانيه. يعني لما بنيجي نتكلم على السيجرز فاحنا اوريدي شرحنا السيجرز، الانكفالوبس شرحناه، لما بنيجي نتكلم مثلا عن الهايبوجلايسيميا او الالكترولايت ديستربنس او الديهايدريشن فهتبقى غطيناها في حته ثانيه. احنا النهارده هيبقى المين ايشو بتاعنا هو الاوتونوميك او نون كاردياك سينكوب والكاردياك سينكوب، هم دول المين ايشوز اللي احنا هنركز عليهم النهارده، بحيث نطلع بحاجه مهمه او حاجه مفيده ان احنا ازاي نقدر نفرق، وبعد كده هيبقى هاو تو ديل ويز او هاو تو مانج. زي ما اتفقنا احنا قلنا الكوز اوف سينكوب بقى احنا خلاص قلناه في الجدول اللي فات ده، بس احنا هنقول هنا بالكومينستي the children and the adolescent most incidents of syncope are benign resulting from vasovagal episodes probably the most common cause. يعني تقريبا لو انا جالي 100 حاله سينكوب هيبقى تقريبا حوالي 80 85% منهم الفازوفيجال سينكوب او الاورثوستاتيك انتولرانس سيندروم، تمام؟ وبالتالي معظم الحالات بيناين. هاويفر the primary purpose of the evaluation of the patient with syncope is to determine whether the patient is at increased risk of this. هل هو السنكوب الخطير اللي هو الكاردياك سنكوب، ولا هل هو السنكوب اللي هو الفازوفيجال اللي هو الجاست ان هو عنده شويه اورثوستاتيك انتوليرانس وهنشرحها دلوقتي، وبالتالي ده محتاج مننا بس شويه ايه فلويدز شويه سولت نقعده نعدل البوزيشن بتاعه والامور بتاعته بتمشي، ولا لا ده موضوع خطير العيان ده محتاج يبقى انفستيجيتد واكزامند وادميتد لانه هو عنده هاي ريسك اوف مورتاليتي، ولو الريكارنس بتاعه ده حصل ممكن ات تايم احنا ندوز البيشن. النون كاردياك كوزس اوف سينكوب زي ما اتفقنا احنا قلنا اورثوستاتيك انتوليرانس واكسرسايز ريليتد واذر ريل تايبس اوف سينكوب اللي هم بيقولوا عليها سيتويشنال سينكوب زي الميكتوريشن او الكاف سينكوب او هكذا. على اليمين في حاجه اسمها التيلت تيبل تيست، وده مهم قوي انا هشرحه دلوقتي عشان هتفهمه بعد شويه احنا هنتكلم عليه. التيلت تيبل تيست ده عباره عن ايه؟ ان هو حضرتك الدكتور بيقعد العيان في او بينام العيان سوباين خلاص على السرير بتاع الكشف عادي خالص، وبياخد منه الفايتالز بتاعته، يعني بياخد الهارت ريت، بياخد البلاد بريشر، بياخد الاي سي جي ريستنج في الوقت ده، وبعد كده لما بيعمل مونيتورنج للفايتالز دي بيبدا يعمل التيبل، يعمل لها تيلتنج او شيفتنج توردز انها تبقى في ال 70 ديجري زي ما حضراتكم شايفين هنا كده في الصوره، وبالتالي لما بتحطه في الوضع ده تبدا تاخد الفايتالز مونيتورنج وهو في الوضع ده بعد 10 دقائق، وتقدر تعمل لها ريبيت كل 10 دقائق لحد بعد 60 دقيقه، وتشوف هل في فرق في البلود بريشر، هل في فرق في الهارت ريت، هل في فرق في الاي سي جي، عشان تقدر تقول والله العيان ده اورثوستاتيك انتوليرانس سينكوب ولا لا. التست ده مهم جدا. طيب انا ما عنديش الترابيزه اللي اقدر اوقفها 70 درجه خلاص، يعني ما عنديش، ممكن نعمله بلدي خالص، يعني هننيم العيان وبعد كده هنحاول نوقفه وايه ويبقى حد من الاهل يسنده شويه او كده، ونبدا ناخد الايه الفايتالز دي. طبعا احنا هنوقف التست ده ات اني تايم لو هو حصل له لوس اوف كونشسنس، تمام؟ فده اسمه التلت تيبل تيست، هنقوله كمان شويه بس يعني انا بس حبيت اقوله عشان لو اتقال في ذكر الكلام ده نبقى احنا فاهمين. هو مجرد انك نمت العيان سوباين خدت له الفايتالز بتاعته البالس والهارت او الهارت ريت والبالس والبلد بريشر وعملت له اي سي جي، وبعد كده وقفته في 70 درجه وبدات تعيد كل 10 دقائق عشان تشوف نفس الفايتالز دي وتشوف هل في تغيير ولا لا. الاورثوستاتيك انتولرنس جروب من اسمها كده اورثوستاتيك، وبالتالي اورثو اللي هو الاريكت بوزيشن اللي هو الوضع واقفا، يعني انتولرنس يعني هو العيان ده لا يتحمل هذا الوضع،
وبالتالي ايزلي ديفاينبل انتيتيز اوف ذا اورثوتيك انتولرانس جروب. هم ثلاث حاجات مهمين ان احنا نفرقهم: الفازوفيجال سينكوب، الاورثوستاتيك هايبوتنشن او ديستونوميا، وفي حاجه اسمها البوتس او البوستشرال اورثوستاتيك تاكيكارديا سيندروم. اختصارا كده وهشرحها لك قدام شويه، العيان ده الفازوفيجال سينكوب الفيجاس نيرف اللي هو المسؤول عن الباراسمباثيك هيعمل بريديكارديا وهايبوتنشن. تمام. طيب العيان الثاني الاورثوستاتيك هايبوتنشن هيبقى عنده هايبوتنشن بط وذاوت براديكارديا، او ممكن يبقى معاه شويه تاكيكارديا خفيفه. طب العيان البوستر اورثوستاتيك تاكيكارديا سندروم هيبقى معاه تاكيكارديا بس مش هيبقى معاه هايبوتنشن قوي. كل ده نتيجه الايه؟ الانتوليرنس للاورثوستاتيك او للوضع الايركت بوزيشن. تمام. وبالتالي هم الثلاث دوائر هتلاقيهم متقاطعين لان هم يحملوا نفس الكلام من العيان ده. لما وقف حصلت له مشكله وبدا يحس بالاغماء او بالسنكوب او بالديستربد كونشس ليفل، لما جينا فحصناه لقينا فيهم ناس عندهم تاكيكارديا، ناس عندهم هايبوتنشن، ناس عندهم هايبوتنشن وبراديكارديا وهكذا. طيب السيمتومز بتاعت الاورثوستاتيك انتولرانس هيجي لك العيان ده اللي احنا قلناهم بقى: السنكوب شخصيا او البري سنكوب. البري سنكوب بقى اللي هو يجي لك اللي هو ديزي، يبقى عنده فيجوال ابسيت، يبقى عنده شويه بالور، يبقى فيه بالبيتيشن، يبقى فيه هيرنج ديستربنس، ديفيكولتي ان ثينكينج، شويه سويتنج، شويه فاتيج. هي دي المانيفستيشنز اللي هيجي لك بيها العيان في اي مرحله من المراحل دي. وبما انها اورثوستاتيك الموضوع ده هيبقى وورسن لما العيان ده يقف. تمام. الفازوفيجال سينكوب also called simple fainting or neurocardiogenic or neurally mediated syncope is the most common type of syncope زي ما اتفقنا in otherwise healthy children and adolescents. This syncope is uncommon before 10 to 12 years of age but quite prevalent in adolescent girls. يبقى دايما المثال الصارخ دايما البنوته الادوليسنت اللي عندها 10 12 سنه يحصل لها برودروم قبل كده، يحصل شويه warning symptoms ان هي تبقى dizzy، تبقى nauseated، تبقى عايزه ترجع، تبقى دايخه مش شايفه، ده انا حاسه بالبيتيشن، ده انا عندي دايفوريزز وبعرق، ده انا في شويه بالور، في هيدك، وفي شويه هايبر فنتليشن. ده البرودروم اللي قبل ما يحصل السنكوب. مره واحده هيحصل لوس اوف كونشسنس زي ما اتفقنا، سنكوب يعني لوس اوف كونشسنس، لوس اوف ماسل تون. الموضوع ده بيقعد فيو سكندز، اقل من 30 ثانيه او اقل من دقيقه، ما يقدرش يقعد اكتر من كده. وبيشنت جرادولي اويكنز ويفوق ويرجع للبيز لاين. ذا سينكوب، وده التفريقه بتاعته عن الكونفرجنز اللي بيبقى فيها بوست اكتل شويه. العين اللي بيحصل له كونفرجنز بيقعد بوست اكتل شويه على ما يحصل له فول ريكفري، ممكن يقعد له ساعه ساعتين. تمام. لكن هنا ما بيحصلش كلام ده، كلامنا برضو على السيمبل سيجرز مش على الستيتس. تمام، عشان بس تبقى الامور واضحه. السينكوب هنا مي اوكير افتر رايزنج ان ذا مورنينج، وهو نايم يصحى من نومه، اول ما كان نايم في السرير فلات قام مره واحده اغمى عليه ووقع. ده كومن جدا بتحصل. تمام. نفس الكلام برولونجد ستاندنج لو هو وقف فتره طويله. طيب لو هو بياخد المورنينج شاور، او ان العيان ده حصل له انكزايتي او فرايت او بين او بلاد دروينج اور سلايت سايت اوف بلاد. دايما كان يقول لك المثال الصارخ كده، يقول لك البنات لما تخش المشرحه وتشوف الجثه اول مره يحصل لهم الفازوفيجل ده. بس بصراحه يعني انا حتى لما انا قلت المحاضره دي كثيرا يعني، بس قليل ان ما حدش شاف المنظر ده، هو الاستاذه منى زكي بس في الفيلم وخلاص. لكن يعني ده برضو كان مثال بيقولوه ان ايه، ان مجرد انك تشوف الدم او تشوف الجثه او كده يحصل لك الايه؟ الفينتنج. فده ما بي ايه؟ يبقى مانيفستيشن اكتر من فازوفيجال سينكوب. It may occur after prolonged exercise if exercise is stopped suddenly. ودي برضو مهمة ان لعيبة الماراثون لو انتوا خدت بالكم، الناس اللي بتجري فترات طويلة اول ما بيوصل عند نهاية السبق ما بيقفش، بيكمل جري مرة شوية. ليه بيكمل جري بعدها لفترة؟ علشان خاطر ما يوقفش مرة واحدة وبالتالي ما يحصلوش السنكوب. لو انتوا خدتوا بالكم دايما حتى العداء اللي بيعدي بياخد بيكسب السبق بيكمل جري لفترة، ما بيوقفش ابربتلي اول ما بيحصل عشان ما يحصلوش هذا السنكوب. طيب ايه الباثو فيسيولوجي؟ ايه اللي بيحصل يعني؟ زي ما اتفقنا هو فازو فيجل، وبالتالي الفيجاس نيرف اللي هو الباراسمباثيك نيرف واخد الابر هاند. نوت كومبليتلي اندرستود، يعني مش قادرين نقول بالظبط ايه اللي بيحصل، لكن في ثيوري، الثيوري بتقول ان ايه؟ ان during the erect position من غير ما نتحرك خالص ال blood shift to the lower extremities and the pelvis causes the decrease in venous return thus decreasing the stroke volume and the blood pressure. الحقيقه في النورمال بيرسون ما بيحصلش الكلام ده. في النورمال بيرسون مع الستاندنج فتره طويله بيحصل فازو كونستريكشنز سواء على مستوى الفينز او على مستوى الارتريز، وبالتالي الفينوس ريتيرن يرجع للهارت فما يحصلش الكلام ده. لو الفازو كونستريكشن ده انتوا واخدين بالكم ان هو سمباثيك افكت، ما بيحصلش نتيجه ان الفيجاس نيرف بيبقى واخد الابر هاند تو سام اكستنت، وبالتالي
البلاد بيبقى بولد جوه اللور اكستريمتيز والبلفس، وبالتالي مش هيرجع للبرين ومش هتحصل النورمال ريسبونس. زي ما اتفقنا النورمال ريسبونس بتاعنا زي ما قلنا اللي بيحصل في الابرايت بوزيشن ريديوز الكارديك اوتبوت ب 25%، بيحصل على طول بقى الهارت ريت يزيد عشان يعوض، ويبدا يحصل فازو كونستريكشن عشان خاطر البلاد سبلاي اللي رايح للبرين ما يتاثرش. بيحصل هنا حاجه اسمها ايه؟ البيزل جيرش ريفلكس، وبالتالي اللي هو ان الفيجاس نيرف بياخد الابر هاند، وبالتالي هيقلل الانتروبي ويقلل الكونتراكتيليتي، وفي نفس الوقت هيقلل الهارت ريت ويعمل فازو دايلاتيشن، وبالتالي يحصل هايبوتنشن وبرادي كارديا الاثنين مع بعض. ماشي، ودي علامه مميزه للايه؟ للفازو فيجل. تمام، عشان اقدر افرقه من بقيه الحاجات الثانيه اللي هي بتاعه الاريك بوزيشن. يبقى اتفقنا كلهم اورثوستاتيك هايبوتنشن، كلهم نتيجه الوقفه او الاريك بوزيشن هيتاثروا. هنا هيبقى في معايا هايبوتنشن وبرادي كارديا عشان افرقها عن الحاجات اللي هتيجي بعد كده اللي هي الايه؟ الاورثوستاتيك هايبوتنشن اللي هنتكلم عليه. طيب انا هعمل ايه للعيان ده؟ يعني انا خلاص انا دلوقتي عملت الكلام ده وخدت بالي ان هو فازو فيجل وهكذا. والله قال لك احنا ممكن ايه؟ هنديله شويه فلويد عشان خاطر نعوض الفتره دي، وفي ادويه ممكن تتاخد زي الحاجات اللي ليها الفا اجونست افكت اللي هي زي الميدوتين وهكذا اللي بتعلي الضغط شويه، بتعمل فازو كونستريكشن في البريفري، زيها زي الفلوروكورتيزون اللي بيعمل شويه سولت اند ووتر ريتنشن. خلاص الحاجات دي فيري افكتيف وساعات كتير ما بنحتاجهاش يعني. طيب الاورثوستاتيك هايبوتنشن نفس القصه، الموضوع هنا هيبقى نورمال نفس الكلام، نتيجه الوقفه حصل هايبوتنشن لكن ما كانش معاه نوت اسوشيتد ويز براديكارد، لان ايه اختلافه الاساسي عن الفازوفيجال سينكوب ان هنا العيان ده هيكسبيرينس شويه لايت هيدنس لكن مش هيكسبيرينس معاه براديكارديا، وده يوجوالي ريليتد تو ميديكيشن او ديهايدريشن، ان الفلويد قل اللي عنده، بس ات كان بي برسبتيتد باي برولونجد بيد ريست او برولونجد ستاندنج. والمثال المشهور قوي على الحاجات دي الناس اللي بيروحوا الجيش وبالذات الدكاتره مش متعودين هم على الاكسرسايز ومش متعودين على الطوابير والشمس والوقفه، يقفوا لفترات طويله يفقدوا فلويدز بكميات كبيره الجسم مش متعود عليها، وبالتالي يبدا يحصل هايبوتنشن بس ما بيبقاش معاه براديكارديا، يبقى بالعكس بيبقى فيه شويه ريفلكس تاكي كارديا او تاكي كارديا حاجه بسيطه علشان خاطر الجسم بيحاول يعوض. وخلي بالك ان الحاجات اللي زي دي الاستاتيك هايبوتنشن شود بي ميجرد زي ما اتفقنا، بنعرفهم ازاي؟ بالتيبل تيست او التيلت تيبل تيست، اللي هو لما بتيجي توقفه هتلاقي العيان ده هايبوتنسد لكن مش براديكارديك. وستيل زي ما اتفقنا الموضوع كله بيبقى له علاقه اكتر بالديهايدريشن، له علاقه اكتر بالفلويد. وعشان كده لو انتم فاكرين الناس اللي دخلت الجيش كان دايما العلاج يقول لك طب نيمه ارفع رجليه لفوق عشان الدم يروح لتحت بدل ما هو بولد، يعني لو هو كميه الدم عنده قلت فالدم يروح ناحيه البرين وهكذا. وفي نفس الوقت بيقول لك ان يديله فلويد، يعني يدوك ساعات يشربوه ميه ويدوله اقراص ملح كده علشان خاطر يعوض الفلويدز والالكترولايتس اللي هو الجسم فقدها، ودي نقطة مهمة. هنا الأب ده ابنه كان وقع في الطابور فوقفه، طبعا دي عاطفة الأب لكن الحقيقة إيه؟ مش المفروض ده اللي يحصل، المفروض إن هو كان يسيبه نايم ويرفع رجليه لحد ما يفوق ويوقفه. هنا لما وقفه مرة واحدة هو ستيل لو أنتوا خدتوا بالكم ستيل لسه الكونشس ليفل ديستربد. تمام؟ طيب أمال إيه بقى البوتس؟ البوتس تاكيكارديا نفس القصة، اتس فورم اوف اورثوستاتيك انتوليرانس زي الباقيين، لكن بيحصل الفينس بولينج اسوشيتد وذ اسيومينج ستاندنج بوزيشن بريدومينتلي افكت ذا لور اكستريمتيز، بيحصل معاه الفينس ريتيرن بيقل وبيحصل انكريز في السمباثيك ديسشارج يقوم يحصل تاكي كاردي. خلاص انكريز ليفل اوف ادرينو ميديولين ده بوتنت فازو دايليتور، وفي نفس الوقت له ناتريوتيك اند دايوريتيك افكت، تقريبا هو ده الموست انكريمينيتد في القصه دي، وبالتالي العيان ده هيبقى معاه اكتر تاكي كارديا من مجرد انه يبقى معاه هايبوتنشن. يبقى children and adult with syndrome often have symptoms of syncope. They may be related to chronic fatigue syndrome. نفس القصة البوتس ده defined as development of orthostatic symptoms that are associated with at least 30 beats per minute increase في الهارت ريت. وده لما تيجي تعمل تيبل تيست وهو نايم لما تيجي توقفه في ال 70 درجة بعد 10 دقائق هتلاقي الهارت ريت بتاعه زاد اكتر من 30 ضربة في الدقيقة. خلاص this occurs within the first 10 minutes of standing or upright tilt. وبالتالي انت لما بتلاقي الموضوع ده انت كده بتشخص هذا البوتس، وبالتالي
عباره هو عن exaggerated increase in heart rate is often accompanied by hypotension in association with symptoms described. ليه هنا هيحصل hypotension؟ لان ببساطه الهارت ريت لما يشتغل ما بيبقاش مش هيبقى فيه وقت كافي للهارت ان هو يعمل فيلينج، وبالتالي التاكيكارديا الزياده عن اللزوم دي اللي هي كريفلكس سمباثيك اوفر درايف هنا كانت مضره، ان العيان ده القلب ما ملاش كويس. هي كانت كومبنساتوري ميكانيزم كانت ممكن تبقى كويسه في الاول، لكن لما بتزيد عن حدها القلب ده مش هيحصل له فيلينج، وبالتالي هيبقى مانيفستد بهايبوتنشن. طيب يعني الثلاثه ممكن يبقى فيهم هايبوتنشن، اه، بس احنا دايما بنحاول نقول لك ايه الحاجه الكومن او الحاجه المميزه عن الباقيين. طيب علاجه ايه؟ هي برضه لا يختلف كثيرا عن سادوكي، نفس الكلام، هتدي له برضه حاجات زي الفلوكورتيزون او الميدرين، نفس الكلام بتتعامل معاه الفازوفيجل عشان خاطر تعمل بريفرال فازو كونستريكشن. ده التيبل، التيلت تيبل تيست زي ما شرحناه، ده شكله اهوت وانت موقف العيان، وده العيان وهو نايم، وانت بتوصل له بتحطه في 70 درجه وبتشوف ايه الاخبار. الحته دي مهمه قوي انك هتتكلم هنا، ده هيفرق لك النورمال من الفازوفيجال، من البوستشرال هايبوتنشن، من البوتس. احنا هنا بنشوف الهارت ريت والبلاد بريشر في النورمال. لما العيان يقف ابرايت الهارت ريت بتاعه هيزيد شويه والبلاد بريشر هيزيد شويه، لان الطبيعي بتاعنا ان السمباثاتيك بتاعنا بياخد الاور هاند فبيعمل بريفرال فازو كونستريكشن، وبالتالي يقوم لما يحصل ارتيريال فازو كونستريكشن يزيد شويه البلاد بريشر، وفي نفس الوقت ريفلكس تاكيكارديا فيحصل انكريز هارت ريت. ده النورمال ريسبونس. الفازو فيجر ريسبونس زي ما اتفقنا الفيجاس نيرف واخد الاور هاند، وبالتالي هيبقى معاك الهارت ريت مش هيزيد، هيبقى ناحيه الاقل، وفي نفس الوقت البلاد بريشر هيبقى شويه هايبوتنسيف. لو جيت الناحيه الثانيه في البوستشرال هايبوتنشن هيبقى العيان ده الهارت ريت بتاعه ما بينزلش زي الفازوفيكل، هيبقى في شويه سلايت انكريز لكن مش زي البوتس ولا زي النورمال، هيبقى اقل من النورمال، لكن البلاد بريشر هيقل عن الطبيعي، اقل حتى من الفازوفيكل تقريبا باكثر من 20. البوتس بقى هيبقى معاه تاكيكارديا، التاكيكارديا هتزيد اكتر من 30 عن البيز لاين بتاعه، والبلاد بريشر بتاعه هيبقى فيه شويه سلايت ديكريز لكن هيبقى اقل من الفازوفيجل او اقل حتى من الايه، من البوستشرال هايبوتنشن. هي دي بس عشان تفرق الثلاثه من بعض كباثوفيسيولوجي، لكن المانجمنت بتاع الثلاثه غالبا هيبقى واحد، اللي هو انت هتدي له شويه فلويد، ممكن تدي له الكترولايت، تدي له صوديوم، سواء ياخده او ياكله او ياخد الفلويد عن طريق الاي في. ببساطه ممكن ياخد حاجات خفيفه زي الالفا اجونست زي الميودرين وهكذا. طيب بقيه الحاجات بقى اللي هي الاكسرسايز ريليتد سينكوب والسيتويشنال سينكوب نفس القصه، لما بيحصل سادن انكونشسنس ذات اوكير ديورنج اور افتر فيزيكال اكتيفيتي، وبالذات الحاجات اللي هي الستيرنس اللي هي العنيفه زي السبورت، الناس اللي بتروح الجيم وبتشيل كتير، الناس اللي بتروح تمشي تعمل كارديو كتير وتتمشى على المشايه لفترات طويله، في ناس كتير بالذات اللي هم البوردر لاين ممكن يحصل لهم سينكوب في الوقت ده، بالذات الناس اللي هم الاوبيز اللي بداوا يعملوا دايت، الناس اللي هم اوريدي البلاد بريشر بتاعهم على اللو نورمال، فمع الاكسرسايز بالذات بيتاثروا، بيبقى معاهم شويه هايبو فنتليشن، هايبر فنتليشن وهايبوكابنيا. الحاجات زي الميكتوريشن سينكوب، لان الميكتوريشن هنا الباراسمبثيك برضه بيبقى واخد الابر هاند، وبالتالي ممكن يعمل لك شويه هايبوتنشن مع ممكن يبقى فيه شويه برضه بريديكاردي. نفس القصه الكاب سينكوب اللي هو برضه من كتر الكحه الباروكسيزمال نوكتورنال كافينج يتنيه كح يكح يكح لحد ما يدخل في فينتنج اتاك، زيها برضو زي اليورينري انكونتيننس، زيها زي اللي هي بيقولوا عليها الاكسرسايز ريت، كلها دي بيقولوا عليها سيتويشنال سينكوب، ودي تقريبا نفس القصه. لحد هنا قبل ما ندخل بقى في الكارديا كوز، لحد هنا احنا بنتكلم في بيناين كوزز اوف سينكوب، ودي الموست كوبي. وبالتالي انت معظم الحالات اللي هتجيلك غالبا فايقه كان في البيت، هيجي لك بهيستوري الاب او الام هيقول لك البنت وقعت، كانت بتتكلم ومره واحده قالت انا دايخه ووقعت من طولها، فوقناها فاقت وجبناها وجت. ده في معظم الاحيان، خلاص في معظم الاحيان هيبقى في سبب واضح قدامك ان هو كان في مجهود، كان في اكسرسايز، ده هو كان نايم وصحي قام من النوم مره واحده وهكذا. الحاجات دي كلها بتبقى بتقعد فيو سكندز وبتبقى ان نوتس، وغالبا الناس دي بتجيلك وهي غالبا فايقه ما فيهاش مشكله، وبالتالي انت بس من الهيستوري ده محتاج انك تشوف هل الموضوع كان سيمبل از ات از ولا لا، في حاجه من الورنينج ساينز اللي هنتكلم عنها في اللي جاي اللي هتخليني لا، حتى لو العيان جاي لي فايق انا لازم اعمل له انفستيجيشنز، انا لازم اعمل له اي سي جي، انا لازم ابعته عشان يعمل ايكو عشان خاطر اطمن
واشوف اذا كان فعلا هو سيمبل سنكوب ولا هو كارديك سنكوب ولا هو حاجه تانيه شبه السنكوب، زي ما يكون مثلا سيجرز او حاجه زي اللي احنا اتفقنا عليهم قبل كده. تمام؟ لحد هنا في اي حاجه مش واضحه، في اسئله او حاجه قبل ما تخش على الكارديك سنكوب؟ تمام. طيب هندخل على الكارديك كوز، انا برضو مش عايز اضيع وقتكم. احنا يعني اللي فات ده هو حاجات سيمبل، حاجات مش كريتيكال كير، لكن مهم جدا انك تبقى عارف الكلام ده وانت بتفرق السنكوب اللي جاي لك، سواء هو سيمبل سنكوب او كارديك سنكوب. طب الكارديك كوز سنكوب هي حاجه من اثنين، يا اما او حاجه من ثلاثه، عشان يبقى اوبستراكتيف ليجن، مانع الهارت ان هو يضخ الدم بصوره كافيه توصل للفيتال اورجانز واهمهم البرين، او ان يكون عندك مشكله مايوكارديال افكشن ان الهارت ده مش قادر يبمب كويس، او مشكله اريزميا والاريزميا دي ممكن هتاثر على الكونتراكتيليتي، وبالتالي هي في الاخر برضو هتاثر على الكارديك اوتبوت. الكارديك كوز اوف سينكوب از سجستد باي ذا اوكيرنس اوف سينكوب ايفن ان ذا ريكومبنت بوزيشن. اهو انا بقول لك الفروقات اهو من دلوقتي، يبقى كل اللي فات ده كان له علاقه بان هو ايه؟ وقف في الايركت بوزيشن، لا ده ممكن يحصل عادي وهو ريكومبنت، كان نايم عادي خالص، ما حصلش حاجه. ده احنا دخلناه يا دكتور كان نايم وجينا نفوقه ما فاقش. قمنا جايبينه وجايين. تمام؟ طب يعني وقف مره واحده؟ لا. طب كان عامل مجهود؟ لا. خلي بالك سينكوب بروفوكت باي اكسرسايز. بالذات بقى ايه الاكسرسايز هنا؟ اللي فات برضو كان اكسرسايز، بس هنا الاكسرسايز هيبقى بقى معاه حاجات تانية تبين لك ان المشكله في القلب، زي تشيست بين، خلاص، زي ان انت سامع ميرمر، زي ان انت جاي لك وحاسس ان البولس بتاعه irregular، وبالتالي ان انت يبقى عندك مانيفستيشنز تقول لك والله البروبلم كاردياك. يبقى اولهم ان الموضوع ده ممكن يحصل والعيان ده ريكومبنت بوزيشن، وبالتالي اي شلك كل الاورثوستاتيك من القصه، ممكن يبقى معاه اكسرسايز شديد، ممكن يبقى معاه شست بين، ممكن يبقى معاه مانيفستيشن اوف كاردياك افكشن، ويبقى ودي حته مهمه جدا في الفاميلي هيستوري، يبقى عندك فاميلي هيستوري اوف سادن ديس، او يكون ان حد في العيله حاطط بيس ميكر، حاطط كاردياك ديفايس او كارديوفيرجن يعني، وبالتالي يبقى انت ايه بدا ينور لك قوي فكره ان ايه، ان لا ممكن يكون ده عنده كاردياك ليجن. الاوبستراكتيف ليجن المنظر القلب زي ما انتم شايفين، في حاجتين، في عندي هنا لو انتم واخدين بالكم التريكاسبيد فالف اهو نازل منه الار في، طالع منه البلمونري، والناحيه الثانيه اليمين اللي هو الجزء الاحمر ده الرايت اتريم للرايت الليفت اتريم للليفت فينتريكل للاورطه، وبالتالي اي اوبستراكشن على مستوى الاورتيك فالف او على مستوى البلمونري ده احنا بنعتبره اوبستراكتيف ليجن، وبالتالي هذا الاوبستراكتيف ليجن هيسبب لك المانيفستيشن بتاعت السنكوب. طيب ال obstructive ليجن اللي احنا قلنا عليهم دول هيحصل ايه؟ هيحصل ان البلاد فلو اللي ماشي ثرو ذا اورتا او ثرو ذا بالمونري هيقل، وبالتالي الدم اللي رايح للفيتال اورجانز هنا او اللي رايح لللنج ومنه للليفت اتريوم للليفت فينتكل برضه بيقل، وبالتالي القصه كلها هنا ايه؟ هيتاثر البلاد سبلاي اللي رايح، واحنا متفقين ان البرين محتاج بلاد سبلاي وجلوكوز، وبالتالي الاوبستراكتيف ليجنز كلها هيبقى معاها ديكريز او ديمينيشد بيرفيوجن اوف ذا برين، وبالتالي هيبدا يحصل معاك الايه؟ السنكوبال اتاك، او اللي بيحصل فيها الديسربت كونشس ليفل مع البوسترال، او اللي هو يحصل ماسل تون، لوس اوف ماسل تون، وهتقعد هنا بقى ممكن تطول عن الايه؟ عن ال 30 ثانيه او اكتر، لان ممكن تطول لان الكوز ما زال موجود. هيبقى معاها غالبا شيست بين، هيبقى معاها ديزني، هيبقى معاها بالبيتيشن، هي دي الايه؟ الاوبستراكتيف ليجن. طبعا زيهم ممكن يكون معاك الهايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباسي، هيديك مانيفستيشن قريبه جدا من الاورتيك ستينوزس، لان بيحصل على مستوى الانتر فنتريكولار سيستم، بيحصل سيكننج، وبالتالي بيقل الفلو اللي رايح للايه؟ للاورطه، وبالتالي الهايبرتروفيك اوبستراكتيف هيديك نفس المانيفستيشن، وده مشهور جدا في الرياضيين، وهتلاقي دايما مشهور ان في ناس اشهرهم طبعا لو انتم متابعين لعيب الكاميرون اللي كان مات من زمان اللي هو مارك فيفيان فويدا، حصل له هايبرتروفيك اوبستراكتيف كارديوميوباسي. كان في لعيبه كتير بيحصل لهم، محمد عبد الوهاب الله يرحمه لعيب الاهلي، نفس القصص دي اللي هو القلب الرياضي بيحصل معاهم شويه اوبستراكتيف كارديوميوباسي. القصه كلها ان البلاد فلو اللي رايح
البرين هيقل، وهيبقى معاك نفس الكلام بقى، يبقى شيست بين وديزني، لان زي ما البلاد فلو هيقل، بلاد فلو للكرونرز كمان هيقل، وبالتالي الهارت نفسه هيبقى افكت. طيب الاريزميا بقى، سواء تاكي اريزميا او برادي اريزميا، هيسببوا السنكوب ده بشكل كبير جدا. يبقى ايذر اكستريم تاكي كارديا او برادي كارديا كان ديكريز الكارديك او البوت اند لور ذا سيريبرال بلاد فلو بلو ذا كريتيكال ليفل كوزنج سنكوب. ذا اوكيرنس اوف سنكوب in the sitting or recumbent position suggest cardiac arrhythmia. تاني اهو، سنكوب بيحصل والعيان ده recumbent او resting او sitting، ده ماشي اكتر مع cardiac arrhythmia او seizures. خلاص يعني احنا السيجرز دايما هتلاقينا حاطينها في ديفرنشال دايجنوزس، بس احنا هنا بنتكلم على السنكوب وتفرقته عن السيجرز. commonly encountered rhythm disturbance include بقى الاس في تي سوبر فنتريكولار تاكي كارديا، فنتريكولار تاكي كارديا، سيك ساينس، وكومبليت هارت بلوك. خلي بالك سيمبل برادي كارديا از يوجوالي ويل تو ريت تشيلدرن، بت ذا كومباينيشن اوف تاكي كارديا فولود باي برادي كارديا اللي هو بيقولوا عليها الاوفر درايف سبريشن از مور لايكلي تو برودوس سينكوب. وبالتالي العيان اللي بيجي لك مثلا الهارت ريت بتاعه 60 65 وما عنده وعنده سبب واضح، مثلا في بين، في فير، في كذا، كان بينام او كذا، فانت عادي ده غالبا بيقدر يتوليريت. لكن العيان اللي بيبقى تاكي وينزل برادي اللي هو بيغير مره واحده، او العيان اللي بيجي لك باس في تي او في تاك او في اف او وات ايفر القصه اللي جايه لك بيها، هو ده اللي هيجي لك غالبا بسنكوب. طيب وبالتالي انا لما اجي افكر في العيان ده، انا لما بيجي لي عيان وانا مش يعني عملت له اي سي جي وعملت له ايكو ومش لاقي فيه ستراكشرال ديفكت، ابدا افكر ان العيان ده ممكن يكون اريزميا من تشيلدرن واللي عندهم ستراكشر نورمال هارت. اشوف بقى الحاجات اللي هي اللي انا بشوفها اللي هي اللونج كيو تي سندروم وزيها الشورت كيو تي، دي اقل شهره، الولف باركنسون وايت طبعا المشهوره اللي بتعمل اس في تي، حاجات زي الرايت فنتيكولار ديسبليزيا او كارديوموباثيك ديسبليزيا، وحاجات زي البروجادا سندروم وهكذا. طيب هنشرحهم في عجاله لان احنا مش حابين ان احنا نضغط عليهم، بس عشان الناس، بس جاست ان احنا بنريفيو. العيان ده هيجي لك بسنكوب، انا راجل بتاع اي ار او انا راجل بتاع بي اي سي يو، سنكوب، والسنكوب ده حصل وهو العيان ده ريكومبنت او هو سيتنج، لا ده خلي بالك ده غالبا كاردياك سنكوب. انا هعمل ايه؟ انا هعمل له غالبا اي سي جي، هعمل له ايكو، وهاخد كل الفايتالز بتاعته عشان اشوف. حضرتك العيان ده غالبا في الورث باركنسون وايت اللي هيجي لك بسنكوب هيجي لك بفي تاك او بسوبرا فنتيكولار تاكي كارديا، وده الموست كومن، هيجي لك دايما باس في تاك او يعني سوبرا فنتيكولار تاكي كارديا، ده الغالب اللي هيجي لك بيه. لما حضرتك تعالج الاس في تي زي ما بتعالجها عادي، سواء بقى هيمو دايناميك الجدول بقى هيمو دايناميكال ستيبل ولا ان ستيبل، لا ده هنا هندي ميديكيشن، لا هنا هنعمل دي سي شوك، وهعملها ايه دي سي شوك بتاعتي هتبقى سينكرونايز وكذا، واقدر ريليف. بعد كده لما العيان بيرجع للنورمال او البيز لاين بتاعه، لما حضرتك تعمل الاي سي جي ات ريسك، تبدا حضرتك تشوف الايه الدلتا ويف اللي هي موجوده هنا، اللي هي بتشوف البي ار انترفال اللي هي قصيره او اقل من 120 مللي سكند، اللي هم ثلاث مربعات صغيرين، وفي نفس الوقت هتلاقي الدلتا ويف اللي هو ان الكيو ار اس بتاعك وايد، والوايدنس بتاعه في الاسندنج ليمب اللي احنا بنقول عليها الدلتا ويف دي. هتقدر تقول لك والله ده خلي بالك ده فيه اكسسوري باس واي، احنا محتاجين ان احنا نفولو العيان ده بعد كده يعمل هولتر، يعمل الكتو في السيرجيكال ستادي، وعلى حسب سنه وعلى حسب وزنه الانترفينشن بتاعه هيبقى ايه، هل هيعملوا ابليشن، هل هيعملوا جاست ميديكيشن، كل القصه دي يبقى انت مش بتاعك كانتنسيفست او كاي ار، دي بتاعت الكارديولوجي. لكن المهم ان حضرتك هنا في الاخر هتلقطه، لقطته ازاي؟ جاي لي سنكوب، السنكوب ده غالبا كاردياك سنكوب، انا عملت الاي بي سي بتاعي، عالجت السبب اللي قدامي اللي واضح، وبعد كده عملت الفولو اب اي سي جي بتاعي وخدت الفايتلز، وبعد كده هريفير للايكو عشان تتاكد ان مفيش ستراكشرال زي الحاجات بتاعت الاورتيك ستينوز او البلمونري او الكواركيتيشن او الهوكم او كذا. طيب اتفقنا بقى ان احنا ايه، مش يعني انا مش هشرح تفصيلا بس عشان تبقى الايه الامور واضحه، هنا الالجوريزم بتاع الاس في تي لان هو غالبا هيجي لك باس في تي، واتفقنا بقى هو هيمودايناميكال ستيبل ولا لا، هندي له فيجال مانوفرز في الاول لو هو ستيبل، وبعد كده ندي ميديكيشن اشهرهم الادينوزين اللي بيتاخد في فين نير تو ذا هارت، وبيتاخد برابد اي في بوش زي ما احنا حاطين في الصوره هنا، وبيتاخد بالجرعه اللي هي 100 مللي جرام بير كيلو جرام، وساعات ممكن نعلي ال 200 مللي جرام بير كيلو جرام لينا ان احنا نريبيت ثلاثه دوزز، وبعد كده نبدا نشوف بقى حاجات زي الكوردرون او بيتا بلوكر او وات ايفر على حسب سن العيان، كالسيوم شال بلوكر مثلا. طيب لو العيان ده من الاول هو هيمو دايناميك انستيبل، انا هدخل على طول بال الدي سي شوك السنكرونايزد
دي تشوك على 1 جول بالكي جي، واقدر ارفعها ل 2 جول بالكي جي، وبعد كده لو فيلد هكونسيدر الاميدرون، والعكس بالعكس. يعني انت لو بدات ميديكيشن والعين ده ما اتحسنش، هو هيموداينامكال ستيبل، بدات ميديكيشن ما اتحسنش، طب تعمل ايه؟ هتدي دي سي. طب هو كان هيموداينامكال ان ستيبل، دخلت بالدي سي ما اتحسنش، هتكونسيدر الميديكيشن، اللفه بتروح يعني. تمام؟ زي ما اتفقنا رابيد اي في بوش وفين نير تو ذا هارت، يفضل الجوجلر او الكيوبيتال فين اللي هو في الايد، عشان خاطر الهاف لايف بتاعت الادينوزين قليله جدا. احنا بس دي بنعدي عليها في عجاله سريعا عشان بس تبقى الامور واضحه. طيب اللونج كيو تي سندروم، اتفقنا ان اللونج كيو تي سندروم دي عباره عن الكيو تي انترفال اللي هي موجوده هنا، عباره عن من اول الكيو لحد اخر التي، يعني التي موجوده جواها، وبالتالي النورمال رينج بتاعها دي بتختلف اكوردنج هو ميل ولا فيميل، واكوردنج للايدج السمول ايج واللارج ايج، وبتختلف اصلا في الوقت اللي عنده تاكي كارديك ولا بادي كارديك. احنا اصلا مش بنعتمد على اللونج كيو تي بير سي، احنا بنعتمد على الكوركتد كيو تي اللي هي بنقول عليها كيو تي سي، وبالتالي اللي هي بتبقى عباره عن مقسوم على جذر التربيعي للار ار اللي هو المسافه ما بين الار، وبالتالي الهارت ريت هنا ما ياثرش. يعني بالتالي لو العيان ده برادي كارديك، فما بين الضربه والضربه مسافه طويله، فالكيو تي طبيعي هتبقى اطول. طب لو انا تاكي كارديك، المسافه ما بين كل ار وار هتبقى صغيره، وبالتالي الكيو تي هتبقى اقصر حتى لو في مشكله. عشان كده احنا هنا بنعتمد على الكوركتد كيو تي اللي احنا بنقول عليها كيو تي سي، اللي هي عباره عن الكيو تي اللي طالع لك على جذر الار ار، وليها بقى هابر رينج اوف، هي طبعا زي ما اتفقنا ليها رينج اوف نورمال اكتر من 450 في الميلز، واكتر من 470 في الفيميلز. دي اللي هي كوركتد كيو تي سي، ده بيقول لك اكتر انها لونج كيو تي، وبالتالي العيان ده هيجي لك بمانيفستيشن ايه؟ هيجي لك بسنكوب زي ما اتفقنا، صح؟ خلي بالك، لان هي دي المانيفستيشن الاساسيه اللي هيجي لك بيها العيان ده. هيجي لك ممكن عندك يجي لك بفي تاك، او يجي لك بكارديك ارست من اي نوع، وبالتالي هتتعامل على حسب الاي سي جي فايندنج اللي انت هتشوفها. والعيان ده هتشوف ممكن ياخد البيتا بلوكر، هو ده الفارماكولوجيكال انترفينشن. ولو العيان ده احتاج بقى انترفينشن اعلى من كده، ممكن يعمل بيسنج، ممكن يعمل اي سي دي، وبالتالي اللي هو الانتكادر ديفابريتور يعني، وبالتالي ايه على حسب القصه دي. المهم جدا في اللونج كيو تي انك تعرف ان في ميديكيشنز كتير اسوشيتد مع اللونج كيو تي، اشهرهم الماكروليدز الازيثروميسين والقصه دي، الفلوروكونولونز، الترايميثوبريم، السلفا، دي الحاجات اللي هي الانتيبيوتكس، والحاجات اللي هي الانتي ايميتك كلها، الاوندانسيترون والميتاكلوبرامايد، كلهم ممكن يكون ليهم علاقه اكتر بالقصه دي، وبالتالي لازم نخلي بالنا واحنا بندي الادويه دي. وفي حاجات الانتي ابيليبتيك ممكن برضو في حاجات بتاثر، وبالتالي لازم ايه نكونسيدر لو العيان ده ليبلد از لونج كيوتي ان انا ما ادلوش الادويه دي عشان ما اعملش انا بريسبتيشن. طيب على عكس بقى الناس متخيله، في لونج كيو تي اللي هي الاكثر شهره، في شورت كيو تي سندروم ودي اقل شهره. طب عباره عن ايه؟ نفس الكلام، هي نفس الكيو تي اللي احنا بنقيسها اللي هي من اول الكيو لحد اخر التي. لو لقيناها اقل من الطبيعي، وزي ما اتفقنا بنعتمد على الكوركتد مش على الرقم الفيج، ونفس الكلام هي بتختلف ما بين ميل وفي ميل، وبتختلف اكوردنج تو ذا ايج، فهم عاملين لها كرايتيريا او probability اوف شورت كيو تي سندروم. اول حاجه الكوركتد كيو تي انترفال لو هي اقل من 370 تاخد واحد، لو اقل من 350 تاخد اثنين، لو اقل من 330 تاخد ثلاثه. ثم بعد كده بقى تبدا تشوف الهيستوري، لو في عندك سادن كارديك ارست في العيله، او هو نفسه حصلت له اتاك قبل كده، لو في دوكيومنتد في تاك دخل العيان ده داخل فيها، او في اف، لو في انكسبلين سينكوب احنا ما كناش عارفين سببه ايه. الحاجات دي كلها بتاخد درجات، وزي ما اتفقنا لو في فاميلي هيستوري حد قريبه حصل له نفس الكلام، او حد حاطط ديفايس، او حد عامل مشكله، يبقى نفس القصه لو انت عملت الجينيتك ولقيت في ميوتيشن موجود. وبالتالي انت لو لقيت 4 بوينتس فيري هاي بروبابيلتي للشورت كيو تي، زي ما اتفقنا العيان ده هيجي لك غالبا بفي تاك او في اف، وبالتالي العيان ده غالبا انت هتتعامل معاه نفس الالجوريزم بتاع الفي تاك او الفي اف اللي انت هتتعامل معاه، وغالبا العيان ده هيبقى هيحتاج دي سي شوك، ثم بعد كده فيرذر اون هيحتاج ميديكيشن بتاعت الفي تاك او الفي اف، اشهرهم الكينيدين، وممكن يحتاج الايه الانتر كوستال او الانتر كاردي ديفابريليتور، يحط الاي سي دي. طيب البروجادا نفس القصه، البروجادا سندروم دي برضو
ديس اوردر كاركترايز باي سادن ديس اشيريتد ويز وان اوف سيفرال اي سي جي باترن. هم البروجادا سندروم مشهورين جدا بالانكمبليت رايت باندل برانش بلوك مع اي تي سيجمنت اليفيشن، ومتقسمه لانواع تايب 1 و2 و3 على حسب الشكل الموجود. اهم نقطه انت لما عايز تشوفهم بيتشافوا فين؟ بيتشافوا في الحتت بتاعه الرايت فينتركل اللي هي في 1 وفي 2، وممكن ساعات يبقى ليهم توصيلات مختلفه لو انت سسبكت البرجاده وعايز تظهرها اكتر، بيغيروا توصيله الاي سي جي فبيحطوا الفي 1 في 2 في 3 على يمين وشمال الاسترنال، وبالتالي عشان يقدر يوضح اكتر المنظر بتاع البروجاده اللي هو الانكمبليت رايت باندل برانش بلوك مع الليفيتد اس تي سيجمنت. خلي بالك برضو ان في ادويه ممكن تكون سبب ان داخل العيان ده في البروجاده، والعيان ده التريتمنت بتاعه زي ما اتفقنا وقت الاتاك هتتعامل مع الفي تاك او الفي اف، او العيان ده هيحتاج كارديو فيرتر او انتر امبلانتبل كارديو فيرتر ديفابريليتور، بحيث ان انت العيان ده ايه هو لو العيان ده اني تايم محتاج ان هو ياخد شوك بيديله انترا كارديو. طبعا هيحتاج بقى منك فيرذر استاديز، يعني هيحتاج هولتر، هيحتاج الكتروفيسيولوجي، ده بره شغل الاي سي يو او بره شغل الاي ار. احنا بس بنقول ان العيان ده اللي جاي لك بسنكوب ده ممكن يكون مصيبه من المصايب دي، وبالتالي ما تروحوش سيمبلي از فيز وتقول لا ده وصل. طب تمام خلاص توكلنا على الله. تمام معلش بعتذر لكم والله، التكنيكال بروبلم ده مش مقصود ومش بايدينا والله. طيب تمام، احنا كنا بنتكلم في البروجاده واتفقنا بقى ان علاجها زي ما اتفقنا هي هتجي لك بسنكوب في تاك او في اف غالبا، ممكن طبعا بيحصل سادن ديس ات سليب، وهيبقى فيها طبعا فاميلي هيستوري زي ما اتفقنا، وبيعتبروها واحده من التشينلوباسز. خلي بالكم ان في ادويه من الحاجات اللي هي الممنوعه للعيانين اللي هم البروجاده او اللي هم اللي عندهم بوست فاميلي هيستوري، لان الحاجات دي كلها ممكن تدخل فيها، اشهرهم الحاجات الانتيسيكوتيك والحاجات الانستيزيا ميديكيشن زي البروبوفول. خلي بالكم من الحاجات دي، لو عيان ليبلد ان هو بروجاده خلي بالكم من الحاجات اللي ممكن تدخلنا فيها. خلي بالكم دايما ان الكالسيوم والبوتاسيوم ليفل بتاعهم تبقى وذين نورمال. خلي بالكم العيانين دول يفضل ان هم ما يدخلوش في فيفر، وان هم 10 تايمز مور بريفلنت ان مين ذان ان وومن، وفي فاميلي هيستوري اوف سادن كارديك ديث غالبا بيبقى موجود. هي ما بتحصلش كتير قوي في التشيلدرن، بس لو حصلت العيان ده هيبقى فيري كريتيكال، ممكن يدخل في سادن ديث. طيب اريثموجينيك رايت فنتريكولار ديسبليزيا هيديك برضو نفس البيكتشر القريبه جدا من البرجاده اللي هي الرايت باندل برانش بلوك مورفولوجي، بس يبقى فيها حته كده مختلفه مميزه، حاجه اسمها ايبسلون ويف اللي انا متشاور عليها بالسهم البينك ده، اللي هو عباره عن الحته بس من الايه من الاس ويف كده، تبقى شويه في الابرايت قبل ما يروح للتي ويف بعد كده اللي هي تبقى انفيرتد. يعني هو نفس الفكره تقريبا، رايت باندل برانش بلوك مورفولوجي، بس هنا مش هيبقى معاه الاس تي سيجمنت، مش هيبقى اليفيتد. العين ده لما بتلاقي المنظر ده او الباترن ده في الاي سي جي، انت طبعا هيفضل انك انت تحتاج ايه انك تعمل له ايكو كارديوجرافي ثم بعد كده عشان تشخصه. طيب العيان ده خلي بالك ممكن ياخد شويه لو دوز وبيتا بلوكر، ممكن يحتاج اي سي دي عشان بروفلاكسز لو العيان ده ما يدخلش في تاك وفي اف. ده منظر الهارت اللي هو النورمال اللي هو على الشمال، لما يبدا يحصل شويه ديسبليزيا ولما يبقى كومبليت ديسبلاستيك الار في هنا بيكبر، وده منظره او شكله في الام ار اي بيبقى شويه ناحيه الفايبروس تيشو، يعني مش ده نوع الديسبليزيا اللي عنده. نفس الفكره، العيانين دول زي ما اتفقنا هيبقى فيه برضو في بوست فاميلي هيستوري، والعيانين دول ده شكل برضو الهارت ريت سواء الهارت لو الرايت فينتركل في البايوبسي او في الاوتوبسي، وده نفس منظره في الام ار اي. العيانين دول غالبا هيحتاجوا ايكوفيزيولوجيكال ستادي، ونشوف على حسب ما هنلاقي هنعمل ايه بالظبط. وطبعا بما ان نوع من انواع الكارديوميوباثي او الديسبليزيا، الديفينيتيف تريتمنت ان يحصل هارت ترانسبلانتيشن، وده لسه ستيل مش بوسيبل في مصر. طيب الحاجات الاستراكشر هارت ديفكت اللي ممكن يبقى معاها شويه اريزميا، الحاجات المشهوره زي مثلا الابشتاين انومالي، الحاجات المارتل سينوزس هيبقى معاهم، الرايت اتريوم هيبقى كبير، بيبقى ديسبلاستيك كبير، وكون الرايت اتريوم ده كبير بيبقى عرضه اكتر للاريزميا العيان بيدخل فيها سواء بقى اس في تي او كده. العيانين اللي عندهم
بوست اوبرتيف هارت فيلير، اللي عاملين المصلحين مثلا في اس دي، اللي عاملين تراجيو فالو، اللي عاملين فونتان، هيبقى عندهم اريزمياز، وبالتالي الاريزمياز دي ممكن تدخله في السينكوب. طيب المانجمنت بتاع التشايلد والسينكوب زي ما اتفقنا، انا رايح دايما ناحيه ان انا افرق ما بين النون كاردياك سينكوب من الكاردياك سينكوب، لان النون كاردياك سينكوب ده انا هروحه وهقول له شويه فلويد ولو اديته ميديكيشن او ما اديتوش، لكن العيان الكاردياك سينكوب ده عيان ممكن يداي، وبالتالي ده محتاج فيرذر انفستيجيشنز، محتاج ان يتعمل له ادميشن، محتاج ان يتعمل له بلان فور مانجمنت. وبالتالي عشان نعوض يعني او نعيد اللي فات كده سريعا، انا هعرف الاول هو سينكوب ولا مش سينكوب، ماشي، عن طريق الهيستوري، هيبقى في لوس اوف كونشسنس، لوس اوف ماسل تون، الموضوع ده هيبقى كويك ودازنت لاست لونج، والعين ده هيحصل له سبونتينيوس ريكفري، مفيش بوست اكتال ستيت، تمام؟ يبقى كده ده سينكوب. طيب التشيلدرن هو بريزنت والسينكوب غالبا غالبا هيبقوا فازوفيجل، الا لو بقى عندي حاجه من العلامات اللي بتخوفني ان الحاجات دي حصل له هو ريكامبنت وهو نايم، ان العيان ده عنده مانيفستيشن زي شيست بين، عنده اريزميا، عنده بالبيتيشن، عنده حاجه تقول لي ان هو كاردياك بروبلم، او في بوست فاميلي هيستوري اوف سادن ديث او اريزميا من اي نوع احتاجت انترفنشن او احتاجت تحط له اي سي دي. طيب هاويفر ذا جول في ايفالويشن زي ما اتفقنا ان انا اقول ان هو ده بيشنت ات هاي ريسك لهارت اندرلاين هارت ديزيز ولا لا، وبالتالي اي حد عنده ابنورمال اي سي جي او عنده كارديوميوباثي او عنده ستراكشر هارت ديفكت ده محتاج ان انا احطه. وبالتالي حضرتك وانت قاعد كده لاي عيل سنكوب، انت بتسال حضرتك نفسك كذا سؤال. اول سؤال واحنا هنا بترتيب الخطوره، اول حاجه از ات كاردياك ولا لا، وبالتالي العيان ده البيشنت ميديكال هيستوري والاكزامينيشن بتاعك للكارديك كونديشن او في فاميلي هيستوري كان في بروجاده او في اريزمي او في لونج او شورت كيو تي، كان في برودروم قبليها، في شيست بين او بالبيتيشن، كيرز ديورنج ريست، ابنورمال كارديك اكزامينيشن او ابنورمال اي سي جي، يبقى ده كاردياك وهتعامل معاه لانه كاردياك. لو ما فيش يبقى نو، يبقى هروح لليفل 2 بعد كده، هل ده سيجرز ولا لا، وبالتالي محتاج تجاوب على كذا سؤال، هل حصل لوس اوف كونشسنس اكتر من فيو سكندز دقائق، هل في بوست اكتر اكتر من 5 دقائق، هل في ابنورمال موفمنت حصلت، قال لك ده كان في كونفولجنز وايديه شدت ورجليه شدت، مش هقول ان ده سنكوب بقى، وبالتالي ابنورمال نيورولوجيكال اكزامينيشن، يعني يبقى لو يس يبقى ده سيجرز، طب نو يبقى ما حصلش، يبقى انا على طول هروح على الايه التلت تيبل تيست عشان اشوف والله ان كان لما التشينج اوف بوزيشن حصل معاه بروبلم ولا لا، يبقى ده اورثوستاتيك هايبوتنشن، لو ما حصلش يبقى ده سايكولوجيكال ديس اوردرز، العينين اللي بيقول لك هيستيريكال، لو مفيش اي حاجه من الحاجات دي هعتبر ان ده فازوفيجل، وان كان الفازوفيجل برضو ممكن الايه الاورثوستاتيك او التيبل تيل تيست ايه يشخصه. ده بترتيب الحاجات. التيبل تيست زي ما احنا اتفقنا حاطينه على شمال الصوره عشان برضو نخلي حضراتنا دايما فاكرينه. هرجع تاني للابروتش اهو، الهيستوري الفيزيكال اكزامينيشن مهم جدا لاي عين جاي لك بسنكوب، ايه الريد فلاجز اللي على اليمين، هم دول المهمين لازم الاقيهم، نفس الكلام اللي هتقول لك ان عنده في كارديك ديس اوردر، ان في بالبيتيشن، ان في شيست بين، ان في ابنورمال كارديك اكزامينيشن، ان في ابنورماليتي في الاي سي جي، على طول هنا هنكونسلت الكارديولوجي، هنعمل اي سي جي، هنطلب ايكو، ممكن نحتاج هولتر، ولو الاي سي جي بتاعك ابنورمال يبقى الكارديولوجي هياخد بقى الباسوي بتاعه، سواء هيقول بقى ده هنعمل له الكتو في السيرجيكال ستادي، ده هيحتاج بعد كده فيرذر انترفينشن، هيحتاج نحط له اي سي دي ولا لا، ويبقى مشيت ناحيه الكاردياك. طيب لو العيان ده ما فيهوش ريد فلاجز في كاردياك وكان نورمال، هعمل اللابوراتوري ايفالويشن بتاعي، هعمل سي بي سي، هعمل جلوكوز والكترولايتس، هشوف التوكسيكولوجي سكريننج عشان القصه دي. وخلي بالكم من الحته دي، وبالذات بقى في المجتمعات الويسترن شويه، ان الفيميل الادوليسنت اللي جايه لك بسنكوب ممكن تكون بريجننت، وبالتالي هتلاقي البريجننسي تيست دخل هنا، وباي من استرويتنج فيميل جالها السنكوب لازم احط في دماغي ان ممكن يكون في بريجنسي في الموضوع ده، وبالتالي هيتعمل لها البريجنسي تيست ويشوفوا بقى الموضوع ايه، ده هيتحط في الديفرنشال دايجنوزس، ولو الحاجات دي طلعت نورمال يبقى انا على طول هبدا افكر ان العيان ده ممكن يكون حصل له سيجرز ولا لا، لو في سيجرز يبقى هروح ناحيه النيورولوجي كونسلتيشن واي اي جي وام ار اي، لو ما فيش يبقى هبدا افكر اذا كان العيان ده نيوروكاردوجينيك سنكوب او اللي احنا بنقول عليه الاورثوستاتيك، هنبدا نشوف اذا كان في
يعني التيبل تيست او تيل تيبل تيست طلع بوستد معانا، يبقى العيان ده هياخد شويه فلويد مننا. طيب لو العيان ده طلع لنا بوتس او اللي هي التاكيكارديا سندروم، وبالتالي هياخد الايه الفلويدز معانا او هياخد الميديكيشنز لو الموضوع فازوفيجل. تاني مهم جدا انكم تبقوا فاهمين ان احنا السنكوب هو حاجه ممكن تكون فيري سمبل، وده الموست كومن في العيانين دول، ان هو يبقى فيري سمبل وتبقى حاجه بيناين، مجرد ان هو ينام على الارض زي ما الراجل ده نايم، ونرفع رجليه لفوق نديله شويه فلويد وناكله حاجه حادقه شويه ملح وبتاع والامور تعدي، لحاجه قد تكون مميته لو هي كاردياك سينكوب، سبيشالي الحاجات اللي هي ريليتد للاريزميا او ريليتد للكارديوميوباثي. ومهم جدا انك تبقى عارف انك بتفكر ازاي، انك لازم تاكسكلود الكاردياك ثم السيجرز ثم الحاجات بقى اللي هي الاورثوستاتيك او الفازوفيجل ثم الحاجات بقى الميتابوليك زي الهايبوجلايسيميا او ثم السيجرز او كذا، وعرفت الانفستيجيشنز اللي ممكن تعملها. انا كده تقريبا خلصت السنكوب، ولو عند حضراتكم اي استفسار او اي سؤال، انا اسف ان انا طولت عليكم، واسف ان يعني للتكنيكال بروبلم اللي حصلت. اتمنى ان تكون المحاضره دي فرقت كتير مع الناس وفهمت السنكوب. انا عارف ان الموضوع السنكوب هو موضوع تقيل، ومش ناس كتير بتبقى حابه انها تتكلم فيه او حابه انها تسمعه، بس احنا حبينا ان احنا ننور نور كده بحيث يكون الموضوع وصل لنا ان هو مش بالصعوبه اللي الناس متخيلها، وان مهم بس ان احنا نتعامل مع العيان ده الاي بي سي بتاعنا الايروي والبريثنج والسيركيليشن، وان العيان ده لما يجي لك هتاخد جود هيستوري عشان تقدر تفرقه اذا كان سينكوب او سيجرز. والسينكوب ده مهم جدا، مش السينكوب في حد ذاته، الاندرلاين كوز سبيشالي لو اندرلاين كاردياك كونديشن. اشكركم شكرا جزيلا، ولو في اي سؤال او استفسار تحت امرك. اللي بيسأل في تسجيل اه طبعا كده، انتوا عارفين كده كده كل المحاضرات مسجله، وحتى الباوربوينت غالبا هتلاقوه على الجروب ان شاء الله قريب. ان شاء الله ان شاء الله، اللي دخل متاخر ما تقلقش، ما يعني دونت وري، هتلاقوا الماتيريال كلها موجوده، وغالبا ما هتلاقوا الشباب بقى دكتور هلال ودكتور بهاء ودكتور امير هتلاقوا التسجيل على اليوتيوب قريب ان شاء الله. يعني ما تقلقوش يعني الموضوع ده، البي اي سي ويل، بس اكتبوا بي اي سي ويل على اليوتيوب وهتلاقوا المحاضرات دي واللي فاتت كلها، وعلى الجروب الواتساب بتلاقوا المحاضرات الباوربوينت يعني. ريد فليك فور كارديك سينكوب، حاضر احنا قلناها هنقولها تاني. ريد فليك فور كارديك سينكوب، اول حاجه السينكوب ده بيحصل وهو في ريكامبنت بوزيشن مش ريليتد للاريكت بوزيشن، ده رقم واحد. رقم اثنين، ان يبقى معاك ابنورمال كارديك اكزاميشن، يعني العيان ده جاي لك اصلا بمانيفستيشن كده بالبيتيشن، مانيفستيشن سامع عليه ميرمر، عنده هيستوري اوف سادن ديث ديو تو كاردياك ايشو، عنده حد قريب من الدرجه الاولى حاطط ديفايبريليتور او اي سي دي، عنده فاميلي هيستوري اوف سادن ارست نتيجه كاردياك بروبلم، هو ده اسمها ريد فلاجز اوف كاردياك سينكوب. اختصارا العيان ده جاي لك بسينكوب نوت due to orthostatic او due erect position، لا ده due to ان هو recumbent position و due to underlying cardiac problem، وبالتالي cardiac examination مش هيبقى normal على مستوى ال palpation وال auscultation وعلى مستوى حتى ال examination العادي بتاعك، وطبعا لو انت suspect هتروح ناحية ال investigation. تمام، انا متهيألي كده احنا جاوبنا. انا براجع اهو في اي اسئله تانية؟ لا مفيش اسئله تانية، هو كل الاسئله اللي جات لنا كانت بخصوص ال ريد فليك فور كارديك سينكوب بس، مفيش اسئله تانية جات لنا. اتمنى ان تكون المحاضره يعني خفيفه كده عليكم وتكون الامور وضحت. مشكور، شكرا جزيلا، وان شاء الله نشوفكم على خير قريبا كده، كل سنه وانتم طيبين، ونسألكم كده الدعاء، وإن شاء الله نتقابل قريب في حاجة تانية إن شاء الله. السلام عليكم.